قرر القاضي الجزائي بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة التوقف عن نظر قضية تفجير جامع دار الرئاسة لحين الفصل في طلب محامي أولاء الدم المجني عليهم بتنحي القاضي عن نظر القضية. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي محمد البرغشي، وهي الجلسة التي لم يحضرها أولياء دم المجني عليهم ولا محاميهم ولا المتهمين، في حين حضرها اثنان من محامي المتهمين، وكان محامو أولياء دم المجني عليهم تقدموا في الجلسة السابقة بطلب التنحي الوجوبي عن نظر القضية ورفضها القاضي، وتم الطعن في القرار لدى محكمة استئناف الأمانة والتي بدورها أحالت الموضوع لرئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة للفصل فيها.